برحب بحضراتكم. كنا بنتكلم قبل الفاصل مع دكتور حلو ده ماشي مباشر مع كابتن عادل عن والتر بواليا تحديدا والفرق اللي شفناه مؤخرا في الاداء. ولكن امس خلينا برضو لو هنتكلم كان في يعني اداء كويس جدا ولكن كان في برضو فرص ضائعه. خلينا نعرف وجهه نظر حضرتك في هذا الموضوع لان برضو يعني بالنسبه لتحديدا بواليا احنا في لقاءات قبل كده قلنا بواليا ان هو يشتغل على نفسه شويه وبعدين هو هياخد وقت لحد لما يتاقلم صحيح مع الفريق. انا فاكره فعلا ودايما بدايته ما كانتش الدفع بيه كان يمكن في توقيت ما كانش التوقيت اللي هو الراجل متخيله. الراجل طبعا بيشتغل في عهد في احتراف دائم فاللعيب عنده بيجي على طول بينزل بيأدي زي ما بتشوف في العالم كله. فبواليا كان محتاج وقت جاي من الجونه فكان محتاج وقت. انا قلت مع حضراتكم هنا ان المفروض بواليا لما الكوره تبقى بتلعب يروح للكوره ما يستناهاش. امبارح رحنا شفنا الكوره في الكورنر راح على العرضه القريبه وجابها جول. واحده ثانيه من قفشه لعبها له بالعرض راح داخل وعاملها برجليه الشمال يعني يا دوبك حكت في العرض. الماتش اللي قبليه اعتقد حسين الشحات عمل له واحده بالعرض اعتقد كان ماتش اسوان راح داخل قبل الجول وراح واخد الكوره وراح عمل الجول الثالث. كل الامور دي لما بتروح للكوره انت كمهاجم يبقى عندك الفرصه وعندك الجراءه يعني انت بتهاجم كويس قوي علشان تتغلب على خصمك. لو انت استنيت يبقى الخصم باستمرار متفوق عليك. بواليا محتاج شغل على الجول كتير، محتاج انه يبقى عنده الجراءه انه يشوط برجله الشمال قويه جدا، محتاج ان هو يدي لنفسه مساحه بحيث انه لما يقدر يشوط يبقى بيشوط براحته. رجله الشمال تقيله فانا ما بستغلهاش. حتى لما موسيماني بيلعبه ناحيه اليمين المفروض لما يكسر ويخش يلعبها الواو زي ما بنشوف دايما الناس اللي بتلعب على الشمال على ناحيه اليمين وهو اشول بيبقى دايما بيستغل الجزئيه ديت انه لما بيدخل للداخل بيروح شايط. برضه محتاج لسه حته ال انه يبقى عنده ما يخافش ما عنده الجراءه انه يشوط ويسدد لان برضه دي هتبقى من الحاجات اللي هي يعني. وبعدين هو ابتدى فعلا ابتدى يتاقلم مع الفرقه، ابتدى يلعب، ابتدى الكره لما بتلعب له بتجيله في اوقات معينه بيلاقي ضغط عليه بيرجع يبدا الهجمه من بدايتها وهكذا. انا شايف ان هو يعني بيتقدم، محتاج شغل اكتر، محتاج انه يدوس على نفسه اكتر، محتاج يظهر موهبته والبضاعة بتاعته لجمهور النادي الاهلي اكتر من كده. جمهور النادي الاهلي الفيرود بتاعه بيجيب الجول من نص فرصة زي ما بتقول هوانت كده. انا جاب جول امبارح بس كان ممكن جدا هي دي بقى يجيب 3-4 جوال كمان. ما عنديش رفاهية ابدا انا لا اتعادل ولا اخسر تاني خلاص يعني. ما ينفعش في ظل الهجمة الشرسة اللي موجودة، في هجمة شرسة في اعلام في كل حتة على النادي الاهلي. فانا يعني الحته دي انا كلاعب ودايما انا قلت المثل بتاع الراجل اللي والده بيبقى يعني هيجرى له حاجه علشان الاهلي. اللعيب لازم يحس بدي ان انا بفرح العالم كله، الجمهور وبسعد الجمهور والناس كلها بتتابعني في العالم العربي وفي افريقيا والمصريين اللي موجودين في اوروبا وفي امريكا بيتفرجوا علينا. فانا يعني مصريين وعرب وافارقه كله وممكن يعني جدا وممكن جدا اجانب يبقى اتفرج عليك طبعا. انت واحد بيشتغل وكيل لاعبين في الخارج لما بيلاقي عنصر بيطلبه يعني ودي حاجه تبقى يعني مشرفه لينا. فدي كلها حاجات بنوصلها للاعبين. الفيرود لابد ان هو زي ما نشوف محمد شريف كده ربنا يشفيه ويرجعه بالسلامه من ربع فرصة يجيب الهدف. برضه بواليا لازم يبقى نفس القصة، صلاح برضه نفس القصة، صلاح محسن. ما هو اللعيب المهاجم وتحديدا يعني الهداف ده المتوقع منه، ده العادي، ده المنتظر منه. برافو عليك. ربع فرصة ويمكن تمن فرصة كمان في بعض الأحيان، وده اللي بيفرق على فكرة نجم في خط الهجوم عن نجم تاني. أمال إيه؟ والسعر كمان. والسعر وقبل السعر حب الناس. أكيد. حب الناس ده دي حاجة بقى بتاعت ربنا يعني، فأنا لما باستمرار بأخلص في عملي وبأتقن عملي يعني أنا المدرب يديني راحة أقول له لا أنا مش عايز راحة، من فضلك أنا عايزك تديني كرات على الجول على العرضة القريبة علشان عايز أتقنها. طيب الكرات اللي هي بتبقى جاية ومحتاجة فيرست تايم أنا بحطها وحش، طب أنا عايز ممكن يعني بعد إذنك تخلي الكابتن سامي يديني شوية حاجات. أنا عارف طبعا الكابتن سامي بيدي
شغل تخصصي باللعيبة، انا كمان كلاعب اطلب الزياده، بحيث ان انا شايف ان انا على الجول محتاج حاجات معينه ان انا اعملها فاشتغل عليه. فدي طبعا كلها حاجات ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه هتكون مبشره، وهنفرح باذن الله تعالى ببطوله الدوري ان شاء الله.